عقدت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اجتماع الجمعية العامة للشركة للعام العاشر على التوالي لإعلان أرباح المساهمين للعام 2016 وكذا مناقشة التقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها وبياناتها المالية للعام الماضي. مسيرة كللت بالنجاح لشركة يمن موبايل للهاتف النقال رغم الظروف التي مرت بها اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر، إلا أن الشركة شهدت نموا في إيرادات يمن موبايل وأرباحها بالتزامن مع تنام ملحوظ في عدد مشتركيها. استمرار شركة يمن موبايل هي الرائدة وتقديم الأرباح المناسبة ومقارنة بجميع الشركات بما فيها شركات الاتصالات فهي الرائدة دائما في كل عام، وهذا العام من ضمن الأعوام التي تمثل تحدي كامل في كل الاتجاهات. أعلنت شركة يمن موبايل عن أرباح مساهميها والتي وزعت نقدا للمساهمين بنسبة 30% بنفس أرباح السنة الماضية، وذلك بسبب العدوان الغاشم الذي استهدف شبكات يمن موبايل في عدد من المحافظات اليمنية. نعتبرها نسبة كبيرة لأنه كنا نستطيع أن نوزع نسبة أكبر، إنما فضلنا أن نجنب احتياطيات للشركة لمواجهة أي التزامات لأنه العدوان لم يبقي على شيء، دمر علينا أكثر من 110 محطات، وهذه المحطات كما هو مذكور أيضا في تقرير المراقب في تقرير مراقب الحسابات أكثر من 755 مليون في عام 2016، وإلى الآن أيضا أكثر من 75 مليون في 2017 تم تدمير محطات. 30% سيتم توزيعها على المساهمين بعد جهد من جميع عاملي الشركة خلال العام 2016، ورغم الظروف والعدوان فقد حققت يمن موبايل هذا العام أيضا أرباح ممتازة ورائعة لمساهميها، وإن شاء الله ستظل الشركة في هذا المنوال في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والمشتركين وأيضا أفضل الأرباح. نمت إيرادات شركة يمن موبايل لعام 2016 بنسبة 13% عن العام 2015، متجاوزة الصعوبات والتحديات التي فرضت على الشركة خلال العامين الماضيين جراء العدوان السعودي الغاشم وحصاره الجائر على اليمن أرضا وإنسانا. بلقيس أحمد، اليمن اليوم.